بیرو فاس مکله باش. بیرو فاس من او دلخش برا خورم. لا بیرو فاس بیرو فاس. تقي بي يا حبيبة أعطيني شهر شهر وأنا بعد مشي نخطبك من دار وليش ماشي دار؟ خفت نعود لكم ويتقلب الجو اللهم خلونا نعيد أحسن زعما هاد الخدمة اللي غادي ليها محتاجة هاد الأناقة كلها فين وصلتي؟ أنا راه ديجا في الدار يلاه أنا كنتسناك بيزو جاسبيل غتخلص كلشي غتخلصو غير غتخلصو بحياتو باش يموت انا ما خلاليش نعيش حياتي بحال العيالات وصافي يا صاحبتي وصبري صبري راه ما بقى قد ما فات غنضرب ورتها برا وعاد غنبدا حياتي من جديد ديروا يديكم
الشاب النشيط والحيوي. شد فيها برجليك وبسنانك، هذيك راه خبيزه وجابعنا الله. هادشي اللي كندير راه كنديرو لينا. ما تكذبش عليه وتقول لي كتبغيه. صافي تجوجي لي. شفتي؟ اي سمع هذا اسمع. واش انت عندك شي عقل ولا ما تكذبي؟ خوف خوف انظر. يلا تشيزي. نسرين عتقي عتقي التلفزيون في الباب. هذاك فيديو فون في سيد حيدي ربع الحبس. شايبة مشالك الشيكة. هل يستوي الذي عنده والذي ما عنده؟ ناوي نخطب. عشرة ونص وحداش بالماسكي بال؟ واش مخزن تقول لهم بال؟ لين زاد من الموتور وراسي متقلع عليا. معلومة يتقلع لك وانت باقا لابسة الكاسك. بق 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 فاش كتبق بق بق خاشي لك راسك في الصال ديال الماء خليني نمشي بحالي. باقي الحال انا نعلمك كيكه في 7 دقائق وانت علميني ولي ملكه الجمال في 7 ايام. خليك سبع خضار هيا الشهيبه شربت الدواء اليوم 500 منين انا نخلص منين هذيك يا مولاك العجله. الشيخة فاطمة تديني خاس إزلان النم السنخ ثم سيرتيني ثم ويت النم هالسنخ أمسيون ريخة دم سيولة. مرحبا نعيمة أيلال اللي اسم فاطمة. إيه وليدنا نهدي وشميت فاطمة الزيدة وقودرنا سو سمت قنتي منش فالضبيبتو جيت نوضوار. مرحبا صدبيبت تنخ. يا بصبيطر المخزن هيا كل شي فابور. أنني زاد طنزر شوية. يا غرمان أدي يا ولفيت مرحبا والنوريرين أدي فا صامتو تتزري ورياز هاتي سلمي ديا أيا تقدر ضبيبت وري عجيب وري الصح اسمينو سميرة نشيطو ثلاثة قيدة تقيم في مرحبا ورثني الشغل لمينا أي الممنا يتسكن شوزي يغشى اللي يتمثث لا تسريني سكن لي كيماوين هاد ميس نعميت من خيموت وثنغات الضبيب الخيار الميد غوصة ما يموت الخيار أتعلم المنطقية الغلا حياة جوان العيالين في حوالين سمينو حياة الصافي دكتورة حياة الصافي.
انطوط الحاج علي هاي عمر شي ساق مونس. دكتورة خاص توز دمورنا دمورنا رجازنا ايوا الشركة ما قوغان الشركة وراك تردوني اي بايد اي أساس نترطب الأرواح المخرى بمعنى إغاة نقرأ أنا أحسسي عن الشعور سيد الطمأنينة دي الراحة أرنفل الدات أرنفل المادة هناك تدرج يبتدئه أو تبتدئه هذه الحضرة أي الحلقة يعني حلقة دائرية تبتدئه بالواجب الشرعي لتنتهي بالصمو الروحي وكلما رفع إيقاعها بالكلام الرباني فإنه تزيد شحنته الانسلاخ لدرجة يصلون إلى ما يسمى بالوجد.